في معانا سؤال عن من أحد الخدام المخلصين بيتكلم عن موضوع الافتقاد، بيقول إيه هو موضوع الافتقاد؟ إزاي يتم بأي صورة يعني؟ عايز أقول حاجة، إن موضوع الافتقاد للخادم مهم جدا، لدرجة أقول لك حاجة، إن مفيش خدمة بدون افتقاد. أنت مسؤول عن جروب من الأولاد، لازم تسأل عليهم باستمرار، حتى لو بيجوا الكنيسة وكل حاجة، في خدمة تانية انك انت تروح تزوره في بيته وتقعد معاه وتشوف احواله وتتكلم معاه على الطبيعة في بيته، يعني تتعرف عليه اكتر، تلمس واقع حياته في البيت اكتر. والموضوع ده طبعا فيه مجهود وفيه تعب، ولكنه هو من الواجبات الأساسية لأي خادم ان هو يسأل على أولاده، يزورهم في زيارات، مثلا لما الولد مثلا ينجح أو يكون في مناسبة طيبة ليه أو في ظروف محتاج حد يزوره يسأل عليه، لازم يلاقيك جنبه بتهتم بأحواله، مثلا تسأل عليه وتشجعه وتعزيه. والمسيح كان بيعمل كده، كان بيوعظ عظات عامة، لكن في نفس الوقت كان يهتم اهتمامات فردية، مثلا بأنه يقعد على البئر يستنى السامرية يتكلم معاها، أو هو ماشي يبص لزكة ويقول له اسرع وأنزل، حاجات شخصية كده مهمة جدا تلمس قلوب المخدومين، وبتخليك تتعرف على المخدوم أكتر وتعرف إمكانياته ومواهبه وتقدر تتلامس مع حياته أكتر وتخدمه أكتر. بس المهم ما تتحولش زيارتك ليه لفرفشة أو مجاملات اجتماعية أو أكل وشرب أو إلى آخر هذه التفاصيل اللي ممكن إنها تضيع الوقت. ويكون الحديث في الافتقاد ده حديث روحي وقراءة من الإنجيل وصلاة، وما فيش مانع وانت ماشي تسيب هدية تذكارية بسيطة كده تفكر المخدوم بزيارتك ليه وتحسسه باهتمامك بيه. بس طبعا لازم الحاجات تبقى منظمة باتفاق مسبق، ما تبقاش يعني فجائية تربك المخدومين أو أسرته، وتبقى بترتيب انك انت يعني لو هتسأل مش هتسأل على المخدوم بس، هتسأل على كل البيت وتطمن على كل الناس اللي انت دخلت عنهم وزرتهم وعبرت عن، فيبقى في الافتقاد عبارة عن حضور المسيح في البيت ورسالة تعبر بها عن حبك للمخدوم وتعبك من أجله، فيشعر بارتباط قوي بينك وبينه. شكراً.